قالوا لنا فيروس كورونا بيصيب الرجال اكتر من الستات، قلنا احمينا يا رب. شركه بيتزا هات في امريكا اعلنت افلاسها وقالت ان السبب الرئيسي هو فيروس كورونا. الله، طب وبقيه الشركات التانيه ما افلستش ليه؟ لو رجعنا لاسباب اعلان شركه بيتزا هات عن افلاسها، فان الشركه المالكه لبيتزا هات اللي مديونه بما يقرب من مليار دولار اعلنت الافلاس علشان تحمي نفسها بالفصل ال11 من قانون الافلاس. يعني الشركه مش هتقفل هي، بس هتجدول ديونها وهتعيد هيكله نفسها من جديد. ماشي يا سيدي، البيتزا خد وهات. الغريب بقى هي الاسباب اللي الشركه قالتها في البيان الصحفي اللي كل وسائل الاعلام نشرته. اول حاجه، الشركه شايفه ان ارتفاع اسعار تكاليف الطعام والعماله هي السبب. طب ما الشركات التانيه ما اشتكتش. تاني حاجه، قال لك واحنا بنوسع دايره نطاقنا علشان ما نبقاش تقليديين، الباب قفل على صباعنا. الباب ده يا سيدي هو المنافسين التانيين. طب ما المنافسين ما اشتكوش. بعد ما تقرا البيان تحس كده ان الشركه المالكه بتكابر ومش عايزه تعترف انها لا راكبه ترند ولا عارفه تسوق لنفسها كويس. وعشان ما تفتكرش ان بهبد وبجيب اي كلام من عندي، يا سيدي خش على صفحه الفيسبوك بتاعتهم، هتلاقي عليها اكتر من 32 مليون وشويه. تحس كده ان هم مش موجودين اصلا، فين وفين لما بينزلوا اي بوست، بين كل بوست والتاني اسبوع او اتنين، في حين ان في شركات تانية نفس البراندات موجوده كل يوم معاك حتى ولو بتقول لك صباح الخير. الكلام ده يخليك تفتكر شركه زي كودك اللي كان عندها فرصه عظيمه جدا انها تسبق العصر وتكون موجوده دلوقتي وبقوه. سنه 1975 موظف في الشركه دي اسمه ستيف سيسون قدم لهم مشروع كاميرا رقميه ديجيتال، قال لهم دي هي المستقبل. بس تعمل ايه بقى في الناس اللي بتبص تحت رجليها؟ الشركه اخذت منه الفكره حطتها في الدرج وركنتها، بس المنافسين ما زكتوش، اخذوا الفكره وطوروها واشتغلوا عليها. وبرغم ان كودك دخلت مجال المنافسه في صناعه الكاميرات الديجيتال، لكن برضه ده ما خلاهاش انها تقدر تحقق اي نجاح وتعلن افلاسها سنه 2012. من الافلام الحلوه عن تاسيس الشركات فيلم اسمه ذا فاوندر اللي اتعرض سنه 2016. الفيلم ده بنعرف منه قصه الاخوين ماكدونالد وكفاحهم لتاسيس شركه ماكدونالدز. في بدايه الفيلم بنشوف ريك روك اللي بيحاول يقنع اصحاب المطاعم ان هم يشتروا منه مكنه بتعادل 6 ماكينات لصناعه المثلجات، لكنه في كل مره بيفشل لحد ما بيعرف ان شركه ماكدونالدز عايزه منه 6 ماكينات. من كتر ما هو مش مصدق بيتصل بالشركه فبيقولوا له خليهم 8 ولو سمحت سلمهم لنا بسرعه. بيقرر ري روك انه يروح لهم ويقابلهم. هناك بيتعرف على قصه نجاحهم في تاسيس مطعم ماكدونالدز وازاي قدروا يحققوا شعبيه كبيره جدا من الطوابير اللي واقفه بره، وان الاوردر بيتنفذ في 30 ثانيه مش في نص ساعه. ري روك بعد ما بيعرف التفاصيل دي كلها بيمشي ورا خياله، بيحاول يشوف المستقبل. سنة 1955 بيتعين ري روك في منصب المدير المسؤول عن حق الامتياز. دوره بمنتهى البساطة انه يجيب مستثمرين جدد عشان يزودوا عدد الافرع، ومع كل فرع بيزيد بياخد ري روك نسبة معينة من العقد اللي وقع عليه مع شركة ماكدونالد. وزي ما بنشوف من بعد توقيع العقد ان ري روك رهن بيته واخد قرض من البنك عشان يبدأ مشروعه، لكن النسبة اللي كانت بتعود عليه من افتتاح عدد الافرع الزيادة كانت نسبة قليلة جدا. بيلجأ للشركة وبيطلب منهم يرفعوا النسبة لكنهم بيرفضوا. في المقابل مع كل فكرة بيحاول يطرحها عليهم عشان يزود عدد الأرباح الشركة بترفض. في اللحظة اللي بيجيله فيها انذار ثالث من البنك بانه هيتم سحب البيت، اللحظة اللي بتسود الدنيا فيها في وشه، بيكون في نقطة امل عبارة عن نصيحة حد بيقولها له فبيسمعها وبيشتغل عليها. النصيحة دي لما راجل سمعه في البنك وقال له انا باكل عندك دايما والمفروض ان ارباحك تكون اكتر من كده بكتير. ري روك بيستضيف الراجل في شركته وبيسمع منه بمنتهى البساطة عن وجهة نظره، ما بيتكبرش عليه، وبنشوفه وهو قاعد بيسمع منه انه ازاي المفروض بدل ما بيتاجر في سندوتشات برجر بتتباع ب 15 سنت، المفروض انه يكون دوره الاساسي انه بيتاجر في الاراضي. لما ري روك بينجح وسلطته بتزيد، الاخوين ماكدونالد ما بيعرفوش يعملوا معاه اي حاجه، لحد ما بنوصل للحظه اللي ري روك بيعرض فيها عليهم انه هياخد منهم الاسم. نطلع ايه بقى من الفيلم ده؟ انه النجاح حلو ومفيش كلام، بس الاهم انك ما تبصش تحت رجليك وتطور من نفسك. دي كانت حلقتنا النهارده عن الشركات اللي بصت تحت رجليها وفرحت بنجاحها وما طورتش من نفسها ووقعت. اتمنى الحلقه تعجبكم، اشوفكم على خير الاسبوع الجاي. سلام.